سلام ورحمة وبركاته، معاكم ام كامل او محمود كامل. والنهارده يا شباب عندنا والله العظيم انا مش مصدق نفسي، انا مش عارف اقول لكم كده ازاي وازاي المودات دي موجوده في ماينكرافت. عارفين ايه يا شباب؟ انا من غير ما اتكلم كتير، شايفين الصوره دي يا شباب؟ الصوره دي بتقول لك انك هتزرع يعني قرات، يعني حرفيا يا شباب هزرع الدايموند، هزرع ريدستون، هزرع اي، بصوا اي موارد يا شباب، اقدر ان انا ازرع اي موارد في ماينكرافت. لو محتاج اي مودات تابعني على الانستجرام تحت في الديسكريبشن. والنهارده يا شباب هنحاول ان احنا نزرع الدايموند يا شباب، او قصب الدايموند زي ما انتم شايفين القصب الاخضر اللي هناك ده. هنحاول ان احنا، ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا سحس؟ بتعمل ايه؟ بقول لك ايه، لخص عليا يا ريس، رخص عليا. ايه لخص؟ لخص. عايز ايه؟ عايز اقتل ديت ولا اقتل ديت؟ والا يحط لايك، يعني لو حط لايك مش هقتلها. يعني ايه لازم اللي يحط لايك ويشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس بالظبط ويكتبوا في الكومنتات؟ تم. حاضر حاضر اخ اخ، يروحوا الانستجرام. حاضر حاضر، والنبي ما تقتلهاش يا سحسن، انت طيب. لا 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 لا، خلاص 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 خلاص، معلش معلش، عشان خاطر عشان خاطر. اوكي يا شباب، فقبل ابدا المقطع عشان خاطر انقذوا الحيوان الغلبان ده، كل اللي بيتفرج على المقطع انزل دلوقتي اضغط لايك واشترك في القناه وشارك وفعل زر التنبيهات وانزل اكتب في الكومنتات تم لو عملت كل ده عشان احط لك قلب يا شباب. خلاص بقى يا سحس، يلا يا سحس خليها تبقى عايشه. بس اوعى، استنى استنى ما اسد اللافه الاول، استنى يا زكي لا تنزل. ايه تفت عليك؟ ايه بتف عليك؟ اوعى تف عليك تقع. ها محدش شاف حاجة، محدش شاف حاجة، محدش شاف حاجة. حصل حاجة؟ اقفل حصل حاجة؟ حط لايك، حط لايك. يا شباب زي ما انتم شايفين عشان نزرع يا شباب قصب الدايموند، زي ما انتم شايفين هو ده قصب الدايموند يا شباب، شكله اسطوري وعايزين نشوف هو بيطلع كده ونجمعه ونشوف هيطلع لنا محصول ايه. زي ما انتم شايفين يا شباب لازم نعمل الخطوات دي كلها. اول خطوة عندنا ان احنا نعمل الاور الابيض ده، نعمل منه تقريبا اتنين. ايوه يا شباب محتاجين اندر بيرل، واحدة ايمرالد لابس لازولي، واحدة جولد، واحدة الاور دي طبعا الاور السوداء دي بتتعمل يا شباب من ايرون وحاجات خفيفه كده، بون ميل وكلي وكم فحميه وحبايه ريدستون. الحاجات دي سهله يا شباب، بس الاصعب في ده كله حبايه الاندرمان وحبايه اللابس البليز اللي هي تقريبا اسمها بليز. يا بليز رود، بليز رود يا شباب، والايمرالد يا شباب صعب جدا. اوكي يا شباب، فقبل ما يبدا المقطع ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اذكر الله لا اله الا الله. واخر حاجه نسيت اقول لكم عليها، القصب يا شباب بيتعمل كده، والستون ده طبعا الستون ده، ومع انه لنا هنا سحس انت. ثانية انا متعود انها حرام. طب طب رجعهم بقى تاني مكانهم عشان ما تتنفخشاتهم. انت بتاخد اي حاجة من الشيست كده؟ اي حاجة بتاخدها كده يعني؟ طب حط حط واحدة هنا بقى، حط واحدة هنا، حط واحدة اللي كانت هيتا. اوكي يا شباب ويلا بينا عشان نبدا. اول حاجة يا شباب زي ما انتم شايفين عندنا معبد هنا، وانا هستغل الفرصة والحق اروح دلوقتي. طبعا اهم حاجة اساسا انت تبقى حافظ الحاجة اللي هناك دي، انت حفظتها؟ يعني يا شباب هنحتاج فحم، بون ميل او بون، بس البون اللي هو العظم المحلل، وريد ستون وكلي وجولد وامرالد، حاجات يعني شبه معروفة. اول حاجة يا شباب احنا نقدر نجيبها ممكن من هنا هي الجولد او يا سلام بقى يا سحس لو في امرالد، يا سلام يا سلام يا سلام. والله والله العظيم احنا معناش اغراض ولا اي حاجه يا شباب، وفي قريه اتوقع قريبه. يا في قريه ورا سحس، انت ترجع القريه تجيب لنا منها بكاكسين، ماشي؟ تجمع لنا الايرون اللي فيها وتعمل لنا بكاكسين بيهم قبل ما ننزل المعبد واشوف. طبعا يا شباب لما تنزلوا المعبد هنا اوعوا تكسروا البنفسجي دي، لا لا نو 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 مان، كسر دي. اوكي هتكسر اللي هي اللي في الجنب دي كده، بس يا رب بس ما نزلتش اموت. اوكي هل لو نزلت مش هموت؟ اتوقع يب. اوكي ما متش. كسر دي، دي يا شباب انت لو دوست عليها في تي ان تي تحت، ف اوكي كسرت تمام. او ماي جاد سحس، عارف اول شيء فتحته لقيت فيه ايه؟ ايمرالد ايمرالد ايمرالد. اوكي هنا صادم لا ما يا رب بومي، انا عايز بومي افشنسي افشنسي. اوكي بومي. اوكي 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 تقريبا يا شباب احنا بقينا نجمع حاجات كده. والله العظيم يا شباب اول مره انزل هنا. اوكي كويس جدا، هنا ايه؟ جولدن ابل. حلو حلوين حلوين لحد دلوقتي، حلوين جدا يا شباب. سحس ينفع تيجي تطلعني؟ ولا اقول لك لا خلاص خلاص، لقيت بلوكات، لقيت بلوكات كتير، لقيت بلوكات كتير. هاي هاي جاي لك جاي لك. اوكي انت جبت بكاكسين يعني؟ اوكي اوكي تمام تمام تمام، ليتس جو. في متحمس متحمس ان انا ازرع الدايموند كده واشوف هيطلع لنا ايه. يا ترى يا ترى هيطلع. اول مره امسك بكاكس من ده. اوكي يلا بينا ابو السحاسيح. دلوقتي يا سحس احنا جمعنا ايه؟ طب ايه رايك اللي نجمعه نروح نحطه في يعني في الشيست،
ايه رايك عشان خاطر ما نغلطش وكده، انت فاهم؟ اوكي. طبعا انا استحسن عايزك بس اعتمد عليك في حاجه، انك تجيب لي البليز، يعني تجمع اوبسيديان وتروح النزر وتجيب لي عصايه البليز، اوكي؟ لان دي اهم حاجه يا شباب واصعب حاجه. الايمرالد الحمد لله اللي احنا لقيناه، اقسم بالله يا شباب انا فرحان ان احنا لقينا ايمرالد. يبقى كده بس لقيت كام واحده؟ اتنين، تلاته. تلاته هي هنحتاج يعني حبايه دايموند واتنين جولد ولابس لازولي، وعين الاندرمان دي برده صعبه يا شباب. اصعب حاجه، بص ايه، مفيش حاجه صعبه. كلي، اوكي كلي يا شباب بتلاقوه في البحر. لا بص لا كلي. لا ايه، بص هنا اللي في النص حبات دايموند، 9 حبات يا سحس، سو ايزي مان، هندور عليه وما تقلقش. بس تعال الاول نجيب كلي. اوكي يا شباب احنا محتاجين كلي. كلي كلي عمو كلي. كلي كان دايما بيبقى اهو، اتوقع ان ده كلي. ياب ده كلي يا شباب، شوفوا هو ده الكلي. هتكسر منه كده تقريبا بيديك 4 حبات. ياب بيديك 4 حبات. بعد كده تطلع يا شباب. يلا يا سحس نبدا ننزل كيفنج، وانت تروح على طول على النزر، تمام؟ يعني هات لك بوكيتات ميه كده واطلع على النزر. النزر دي اوكي، حط ده هنا وده هنا وده هنا. دي الحاجات اللي احنا هنستفاد منها، الباقي ناخده ونروح. طبعا القريه هنا، انت دخلت الشيست، اوكي انت بتبني البوابه، اوكي مفيش مشكله. سحس عبال ما يبني البوابه يا شباب، انا دلوقتي اخش القريه عند الحداد واشوف الحداد عنده ايه. ايوه الحداد بيبقى عنده حاجات اسطوريه كده، اوكي؟ في الحداد دور في الكره لو في اوبسيديان. ايوه ايوه، ما هو الحداد بيبقى عنده اوبسيديان، عشان ما لقيتش الا هي، ما لقيتش الا هم بس عند الحداد. اوكي استنى يا شباب نروح عند الحداد. فين الحداد؟ انا مش لاقي حداد. هو الحداد اللي هنا فين؟ مش لاقي الحداد والله. اوكي ثانيه تعالوا نبص هنا، احنا مش هنحتاج حاجه من المكتبه لان في هنا كتب وكده، فمش هنحتاج. اوكي اتوقع ان الحداد ورا، مش محتاجين اي حاجه زراعيه، صح يا سحس؟ ولا محتاجين؟ لا مش محتاجين، مش محتاجين. لا اوكي نبص هنا في الشيستات. فين الشيستات يا اخي؟ فين الكره والحداد؟ ده هو اهم واحد، هو اللي بيبقى عنده الشيست. شوفوا يا شباب عشان محتاجينه مش هنلاقيه، والله العظيم لو مش محتاجينه بنلاقيه كده دايما، بس عادي يا شباب. اوكي هنبدا دلوقتي ان احنا ندور على كيفنج وننزل نجمع حبات ايرون وريد ستون ولابس لازولي. فبسم الله الرحمن الرحيم ونبدا رحلتنا كفافيه المايننج يا شباب. اوكي مش هنحتاج طبعا ورود ولا الكلام ده، احنا جبنا كل الحاجات اللازمه ان احنا نعمل اللي اسمها الاولى، القصب. صح هنحتاج قصب. اوكي يا شباب كده الحمد لله، بفتكر هنحتاج قصب لان نعمل قصبات. لقيت الحداد، احلف. اوكي 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 في واحده ثانيه. اوكي اوكي تمام تمام، عقبال بقى انت تخلص وتجيب لنا اللابس. لابس ايه؟ البليز. انا دلوقتي ابدا انزل الكيفنج يا شباب عشان ما اطولش عليكم، ويلا بينا. اوكي في ده فحم، هنحتاج فحم. اوكي هنحتاج فحم، هنحتاج فحم، هنحتاج اجيب معايا 5 حبات كده. يلا بسم الله، 1 2 3 4. اوكي 4 5 كده، 5 حبات فحم. اوكي ناخد معانا تاني بالزياده، مش خساره يا شباب. وهنحتاج برده كام حبايه ايرون. اوكي يا شباب ندور لنا كده على مجموعه من الايرون تكون موجوده في الجبل ده، انا مش لاقي الصراحه، بس ان شاء الله يعني ادعوا لنا كده نلاقي يا شباب في الكومنتات. انتم ما بتدعوا على طول في الكومنتات بنلاقي، انزل ادعي كده على طول والله ممكن نلاقي كده. بص على طول. يلا اوكي ندور على كيفنج، مش محتاجين اصلا حاجات كتيره، لابس وريد ستون وكول اوكي اوكي ده كهف. اوكي كهف يا شباب، ليتس جو بيبي، ليتس جو بيبي. اوكي يا شباب نايس، يعني انا بفرح. اوكي اوكي لقينا كده تقريبا اول حاجه. اوكي نجمع الايرون، وانا نيتي فصل، انا متاكد ان نيتي فصل، والله نيتي فصل. اوكي يا شباب انا طبعا دخلت كيفنج تاني لان اللاج اصلا رجعني منطقه بعيده، بس الحمد لله يعني ده قريب والله يا شباب، يعني ده في نفس تقريبا في نفس الحفره بس الناحيه الثانيه. فانا هجمع كام حبات ايرون لاننا هنحتاجه، زي ما انتم شايفين برضو النت مش تمام، بس يلا يعني بعد اذنكم اطلعوا. اتوقع ان انا خدتهم، لا ما خدتهم، شوفوا ما تكسروش حتى. اوكي تمام تمام اوكي، ولا سو ايزي مان، هنجمعهم في ثانيه يا شباب. اوكي تمام يلا تمام، نبدا ننزل بقى تحت. ايه اسهل حاجه على فكره، واحد ايرون بس، وهي واحدة بس. اوكي اوكي بص اوكي اوكي يا شباب انا طبعا انا دلوقتي قاعد بحاول ان انا الاقي ريفين مثلا، ماين شافت، اي حاجة اقدر ان انا اجمع منها يا شباب اللي هو الدايموند. انا محتاج دايموند كتير يا شباب، فالدايموند هو اكتر حاجة هتبقى رخمة معانا يا شباب في مقطع النهاردة. فهحاول ان شاء الله ان انا اجمع دايموند بطريقة سهلة، واتمنى ان انت يا سحس تجيب لي عصاية البليز والاندر. اوكي لقيت ريفين اتوقع. يب ابشر. بص بقول لك اوكي انا لقيت الريد ستون عامة. اوكي انا لقيت الريد ستون، انا وجولد اللي هو والدايموند والدايموند لقيت الجولد والدايموند وريد ستون. طب حلو، بس يا رب الدايموند ده يكفي يعني، بتمنى بتمنى. قالت البليز. لا لا يا سحس، هو اللي بيطلع يا ابني، هو اللي بيطلع. سيبك من اللي بيطلع، الدايموند شكله مش هيكفي يا سحس. يا الله يا الله، الدايموند تقريبا مش عارف كام حبه، استنى
ثلاث حبات بس. وات ده انا لو نازل كيفنج في الشارع عندنا مش هيطلع كده. لا والله طب يا عم العظيم حرام. معاك معاك انا معايا ثلاثة بس، يعني لو تنزل بس بعد ما تخلص السحس خلي معاك خمس انا حبات معايا كده ولا حاجة. اتنين. خمس حبات جمعنا خمس حبات. اوكي في جولد هنا يا شباب، دي والله العظيم يا شباب يعني الكيفينات اللي زي كده انا اصلا نفسي 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 يا شباب اخلص النهارده التحدي ده واعمل يا شباب القصب السكر اللي هو عبارة عن دايموند ده ولابس. ليتس جو بيبي. ليتس جو. اوكي والله العظيم اووو تاني. واو اوكي يا شباب نايس والله العظيم لحد دلوقتي كل حاجه ماشيه معانا تمام فل السمباتيكو. مش محتاجين بس يا شباب غير انكم بس تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وهنبدا بقى. يبقى خلاص كده فاهمين ازاي، يبقى كده اعتمدنا ان احنا نعمل حاجه حلوه. اوكي جبت البليزرود. طب حلو جدا. دلوقتي انا ابدا ان انا اطلع لك اساس وانا في طبق كام. اوكي انا هطلع من لا ده انا في الطبقه الرابعه، لا السته الثامنه التاسعه. اوكي التاسعه. اوكي يا شباب اطلع كده يا ام كامل اطلع تاني. اوكي الطبقه ال11. اوكي يا شباب هبدا ان انا اكسر عشوائي كده بحيث ان انا الاقي دايموند، لان محتاج الدايموند جدا يا شباب، يعني الدايموند ده مش هيكفينا، احنا محتاجين تاني، محتاجين نعمل بلوكه وفي فرد يا شباب. فانا الصراحه مش عارف اعمل ايه، فانا هضطر ان انا اقعد اجمع كده عشوائي يا شباب. فانا اول ما الاقي دايموند هرجع لكم. يلا بينا. اوكي يا شباب انا تقريبا جمعت 12 حبات دايموند، ويا رب سحس يكون معاه الباقي. هو تقريبا البلوك هتستخدم 9 حبات وهنستخدم 2 فرديين، يعني هتبقى 11، يعني انا معايا بالزياده وسحس معاه تاني، فالحمد لله خير وبركه يا شباب ومعانا بالزياده. اوكي دلوقتي هنحتاج ان احنا نعمل كرافتنج تيبل. معاكش خشب؟ هنحتاج خشبه بس من هنا واحده بس كده يا شباب. اوكي خشبه واحده بس، هي خشبه واحده عشان نعمل كرافتنج تيبل وبس، مش هنحتاج حاجه تاني. خشب مش هنحتاجه في حاجه تاني. وسع كده جهات الخشبه دي. يلا شباب يلا نبدا نطلع من هنا. ليتس جو بيبي. اوكي انت معاك استكات، احنا مش هنحتاج الاستكات. وانا بصيت للاستكه كده قلت انت معاك خشبه اهو يا سحس، بس اوكي احنا مش هنحتاجها، هنحط هنا كرافتنج. من هنا بتاعت الصحراء. اوكي نبدا نعمل يا شباب، نعمل لنا كام فرن كده، 2 فرنين حلوين نبدا ان احنا نحطهم هنا، نحطهم فوق هنا كده. اوكي دلوقتي شباب هنبدا نحلل. سحس حط الاستكات اللي معاك، خلت شغل النار بالاستكات. اوكي يا شباب عقبال ما سحس يخلص احط الايرون. اوكي نبدا يا شباب نشتغل على اول حاجه. ايه بتخلص إيه؟ حط تاني. بص تقدروا تجيبوها من هنا يا شباب من اللي هي البتاع دي. اوكي او روح جمع خشب يا سحس، مش هنختلف. او بص في فحم صح، انا كنت مجمع فحم صح. الحاجات عملت نوتر سبون يا شباب في الكيفنج معاك. حط فحم. حط. اوكي يا شباب انا دلوقتي اللي انا هبدا اعمله ان انا اعمل اول حاجه هي الاور ده، مش عارف الصراحه اسمه ايه، فانا هاخده كده ونعرف اسمه. اسمه اور اسنس. اور اسنس يا شباب بيتعمل ازاي بقى؟ حبايه ايرون حبايه بون ميل. هنبدا نجيب الحبايات. حبايه ايرون. اوكي حبايه ايرون اهيت. اوكي حبايه بون ميل من هنا. اوكي تمام يبقى حبايه ايرون وحبايه بون ميل. حط البون ميل هنا وهات واحده بس. وايه تاني يا شباب؟ 1 2 3 4 5 5 فحمات يا سحس. 5 اوكي. وبعد كده واحده ريد ستون. ريد ستون معايا. اوكي وواحده كلي معايا هنا. الكلي اتوقع ياب واحده كلي. هات 5 حبات. اوكي يلا نبدا نشتغل عليهم. شوف يا شباب نبص كده عشان نبقى شايفينهم من هنا. نبدا نحط 1 2 3 4 5 وبعد كده يا شباب نجيب حبايه الريد ستون فوق. يا رب تظبط يا رب والنبي يا رب تظبط. حبايه بون من هنا وحبايه دي هنا وناقص حبايه الكلي. اوكي يا شباب وطلع لنا 4 اول مره اعملها وجالنا الاتشيفمنت يا شباب 4. اوكي 4 يعني احنا الاربعه دولت عشان هنستخدم بس واحده هنا، انتوا فاهمين ازاي؟ ده حوار. اوكي جبت يعني الاندر بيرل والبليز. ايوه طب هاتهم ماشي. هات البليز والاندر بيرل. الاندر بيرل. اوكي وبعد كده حبيتين ايمرالد وبعد كده ايه تاني؟ حبيتين جولد. الجولد طلع. هات حبيتين. والله يا اخي والله العظيم. وايه تاني؟ وحبيت لابس لازولي معايا. ليتس جو بيبي ليتس جو. اوكي يا رب بس ابقى شايفها من بعيد. ايوه كده حط حبايه البليز هنا وبعد كده حبايه من دي هنا. حط هي واحده بس. اوكي وبعد كده نحط حبايه اللابس لازولي هنا وبعد كده حبايه ايميرالد هنا وحبايه هنا وبعد كده حبايه دايموند هنا وبعد كده الاثنين الجولد هنا واخر حاجه الاندر بيرل. اوكي بعد كده تطلع لنا يا شباب الاربعه اللي هم البيض جيم اسوس. اتوقع ان هي جيم يعني مربى ولا جام. جيم مربى. اوكي هنا بقى القصب السكر. انا القصب السكر اللي اوكي ايوه اهو والله كنت لسه اقول عمل نوتر سبون. اوكي تمام هنعمل اول حاجه حبايه من الدايموند او اللي هي بلوك يا شباب وبعد كده هنعمل الاثنين ستون اللي هم حاطينهم لنا هنا وبعد كده بس. اتوقع يب هنحط هنا اول حاجه القصب السكر هنا. اوكي بعد كده حبايه الدايموند هنا بعد كده يا شباب حبايتين الستون. 1 2 او ماي جاد. اوكي ده وانا اقدر اعمل تاني.
اقدر اعمل تاني، بس احنا هنستخدم حبايه تاينا وجالنا تشيك يور از باي بوك نيو ريبلاي. اوكي عملنا اتشيفمنت جديده، بص عصيحه هي في ايدي، انا خايف عليها، خايف عليها. بص انا هات الكلب، هات الكلب. ايه اللي صلى على النبي، ايه على السلام. هاتها دايموند ليه؟ لا هاتها هاتها سحس، لو حطيتها على الارض هتبوظ، انا هنعملها تاني. لا لا ايوه أيو. انت كده شطور، بوسه بقى. يلا اوكي يا شباب. اوكي يا شباب دلوقتي هنحتاج نعمل بوكت لافا عشان خاطر هي بتشتغل باللافا. اوكي معايا 10 ايرون، نايس. 1 2 3 نعمل لنا بوكتين، مش ضروري نعمل 2. اوكي يا شباب انا هوريكم بقى اللافا زي المايه يا شباب، فاهمين ازاي؟ شفتوا اما بتزرعوا قصب السكر لازم يبقى حواليه ميه كده، لا ده لازم يبقى حواليه لافا يا شباب. فبسم الله، يعني انا كنت شايف بركه لافا هنا قريبه. ايوه اللافا موجوده في الصحراء كتير، ناخد لنا بوكتين كده. اوكي بص بقى، بص هسيح. بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب، وهنزرع اول حبه. احنا معانا بون ميل صح، يعني نقدر نكبرها. اوكي يا شباب هنحط دي هنا. الزرع بقى واللي هو البتاع بتاع المحصول يا شباب اللي المفروض تتحط فيه اللي هو ده. اوكي شايفين شكله عامل ازاي؟ هو ده. اوكي كده بعد كده تحط دي، اتوقع لسه هحط اللافا الاول عشان ما نخربش حاجه. حط اللافا بعد كده تحط هنا. طفيني. اوكي اوكي يا شباب. اوكي اوكي بص بقى، احنا معانا بون ميل صح. اوكي استنى، احنا معانا بون ميل، استنى في البون ميل. كبر كبر كبر، ما تكبرش. لازم نستناها لا لا انت بتكسر عليه. حطها تاني، حطها تاني. طيب حطها تاني، ما هي ما بتشتغل، ما اكيد البوم مين مش بيشتغل مع الاور، بيشتغل مع الحقيقي بس. حط مثلا هنا، استنى اقول لك، تعال حط هنا، شوف البوم مين هيشتغل هنا. حط هنا، حط هنا، كبر. حط طيب على الدرت، على الدرت، على الدرت، تعال على اي درت وحط. طب بص احنا هنستناها يا شباب، انا هقف هنا بتاع مثلا دقيقتين واشوف ايه اللي هيحصل. او بص يا سحس تعال نلعب انا وانت تحدي كده قبل ما هي تخلص، ماشي؟ تعال نلعب حجره ورقه مقص، واللي يخسر يضرب التاني بالقلم، ماشي؟ يلا شوف، خد ده المقص، خد ده. لا لا اقول لك بكاكس المقص، بكاكس المقص تمام، والحجره الستون، ونقدر تقريبا نعمل، نقدر نعمل ورقه. اوكي استنى، نقدر نعمل ورقه. اوكي كده، اوكي اتوقع كده، بعد كده كده اتوقع. لا استنى نفتح الكتاب ونشوف البيبر بتتعمل ازاي. اهي الورقه اهي. اوكي لا ده ناخد من بعد اذنك. بعد اذنك، بعد اذنك كده، بعد اذنك. اوكي نحطهم، حاطينهم هنا، ونقوم عاملين كده. اوكي طلع لنا ورق، يلا. اوكي خد خد، 1 2 3 يلا يلا. هي من اول مره وهو قلم واحد، هنلعب على قلم واحد ماشي. يلا حجره ورقه مقص. انت بتتاخر ليه؟ انت بتتاخر في الرمي. لا والله بتتاخر، بطل غش، بطل غش. انا فكرتك ان احنا ما نرميش، نفضل مسكين. لا يلا. لا حجره ورم قص. اضرب بالقلم، اضرب بالقلم، اضرب بالقلم، اضرب اضرب اضرب، انا مش شايف، اضرب. اوكي خلاص خلاص خلاص، تعالى تعالى، انت تستحلى. تعال تعال امشي مني. اوكي كسر كسر البابا دي، كسر البابا دي. يا رب يا شباب، يا رب تكبر. والله انا هقعد يعني شويه يا شباب، واول ما تكبر والله هرجع. او ماي جاد، شوف دايموند، دايموند. استنى استنى استنى، ما تكسرش، كسر بعقل، بعقل. بص كده، او ماي جاد، السما بتمطر قصب دايموند يا شباب. استنى. اوكي طب ده احنا نقدر نحلله؟ طيب استنى استنى بس. اوكي ما بيطلعش حاجه، طب ايه فايدته؟ شباب والله مش بهزر، ايه فايدته؟ المفروض ان هو بيطلع لنا دايموند. اوكي المفروض والله ان انت استنى بس، والله مش بهزر، المفروض ان انت بتحطه هنا يطلع دايموند يا شباب، والله مش طب ثانيه. اوكي يا شباب انا اتوقع ان انا عملتها غلط، المفروض تسيب النص فاضي، وزي ما انت شايفين طلع لنا كام حبايه دايموند من قصب السكر يا شباب. سحس سحس، اوعى تعملهم، اوعى تعملهم، حط واحده، حط واحده ازرعها، اوعى تكون عملتهم بليز. اوكي ماشي، ايوه حط واحده هنا، حط واحده هنا. ما بتتحطش، احلف
لازم اللافا، لازم اللافا، لازم اللافا، لازم اللافا. ايه يا شباب، وزي ما شفتم كده عرفنا ازاي نستثمر الموارد اللي معانا ونزرع الشجره تطلع لنا دايموند لا نهائي ويفضل معانا انفينيتي دايموند يا شباب، ولكن بيطول تقريبا، خد مننا نص ساعه. حط كده الله عليك يا ابو السحسيح، زي ما انتم شايفين يا شباب هتاخد وقت معانا عقبال ما تتزرع، ولكن لو عملناها اوتوماتيك ممكن تشتغل معانا وتبقى رهيبه جدا. وبس شباب لان كنا صايت المقطع، اتمنى يكون مقطع النهارده عجبك، زر احلى لايك وشير سبسكرايب لو كنت عمر القناه. وبس شباب بتمنى يعني تستنوا عليا، خلاص فاضلتش غير يومين والاوضه تخلص شباب وهنعمل حاجات اسطوريه بعد كده. اوكي يا شباب، وبس سا 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 سلام سلام يا شباب، باي 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 باي.